نصبح الملك لله ولا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا النهارده في قريه سنطيس سبع مركز دمنهور محافظه البحيره، وتعالوا نشوفوا جزارين بلدنا يا جماعه واسعار اللحم النهارده. الله اكبر. صباح الخير يا حاج محمد، عامل ايه؟ حاج محمد سعيتر يا جماعه، الله يبارك له ويفتح حاله وحال الجميع. بكام النهارده قطاع المرتب؟ 400. بسم الله ما شاء الله، ب 400 يا جماعه حته اللحمه البلدات. بسم الله ما شاء الله على اللحم وحلاوه اللحم وجمال اللحم. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. حاج محمود، حاج محمود سعيتر، لبن بكام النهارده يا حاج؟ لبن ب 16 جنيه الجاموسي؟ لا البقر. البقر، طب والجاموسي؟ ب 22 الجاموسي، والبقر ب 16 زي ما قال الحاج محمود مصطفى سعيتر الله يبارك له أو ويصلح حاله. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. رجعنا للحمه يا جماعه. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك للمال وبالهنا والشفاء للي ياكل المال يا جماعه. 400 يا حاج محمد؟ 400 النهارده يا جماعه اللحمه عند جزارين بلدنا، ربنا يبارك لهم ويصلح حالهم وحال الجميع. عجل ذكر يا حاج محمد؟ الله يكون يا حاج ذكر يا جماعه، بقري بلدي. بسم الله ما شاء الله، 400 قطاع النهارده. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليه كلمة المال صلاه النبي عليها. الله اكبر، ربنا يبارك للمال واصحابه. والحاج عبد الستار حقيقه الاسعار. ازيك يا حاج عبد الستار؟ حاج عبد الستار زعيتر الله يبارك له. كل سنه طيب يا حاج، الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، الله يبارك لك. شو حاج محمود؟ شو حاج محمود؟ هنا الميزان حلال يا جماعه عند الحاج محمود زعيتر الله يبارك له ويصلح حاله، جزار بلدنا. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليه كنب. الله اكبر. ايه رايك في اللحمه يا مدام؟ لا 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 لا، قولي الحقيقه. الله اكبر، انت جاي تشتري منهم؟ ما جاي اشتري عشان التكييف. بكام؟ بتاخدها بكام النهارده؟ ده عامل 350. دارك عامل معاك واجب يعني، ساب لك 50 جنيه. الله يبارك. مرات زعيتر ببيع اللحمه ضخم ب 400 بلد ذكر. طبعا حقيقة الأسعار بيقول الحاج عبد الستار الله يبارك له، الحاج عبد الستار سعيتر يا جماعة، جار محمود مراد بتاع اللحمة يا جماعة، حاج محمود بقال بلدنا الله يبارك له. حاج محمود، حاج محمد رفعت سعيد الله يبارك له. بسم الله ما شاء الله، جميع الأسعار بس الله يبارك لك يا حاج عبد الستار. بسم الله ما شاء الله، حتة لحمة بالهنا والشفا يا جماعة، هي زي ما انتم شايفين لحمة بقري بلدي. بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. حبيبي بتاخد لحمة من عند محمود يا صاحبي؟ يا بابا ساكت، ابعد عنك. ليه؟ ابعد عنك؟ أنت خايف ليه؟ اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي. الله أكبر. حاج سعيد يعني اسعار حلوه النهارده يا حاج محمود؟ الدنيا حلوه تمام الحمد لله. الله يبارك لكم ومصلح حلو. خلي غلبتك، ربنا يسترها بس وتثبت وتثبت عن ال 400 ما تزيدش، عشان داخل عيد وداخل عيد الاضحيه يا جماعه. ربنا يبارك في المال. صباحي قاعد قدام المحل الله يبارك ببيع الفاكهه النهارده، سوق سنطيس يا جماعه، قريه سنطيس، سوق الخضار. حاج سعيد اهو الاسعار عامله. حاج سعيد البرتقال بكام النهارده؟ نعم. برتقال بكام؟ البرتقال بخمس. بخمسة جنيه. والشطة الخضراء؟ 15. 15. والبتنجان؟ كيلو ونص ب10. أنا شايفك بتشطب كده. الله يبارك لك ويصلح حالك وحال الجميع. سوق قرية سنطيس يا جماعة، ربنا يصلح حال الجميع يا رب، اللهم آمين. الله يكرمك يا أم أحمد. بسم الله ما شاء الله. الله أكبر. حاج سعيد راجل محترم يا حاج. حقيقة بأمانة؟ أشيخني والله. بتبيع بكام الله فيك؟ ها؟ 5 جنيه الكيلو. طماطم 5 جنيه يا جماعة، طماطم زي الوردة، سوق قرية سنطيس، ربنا يرخيها على عباده يا رب، اللهم آمين. بسم الله ما شاء الله. طماطم دي فلاح يا شيخ ولا من مزار؟ فلاح الله يبارك لك. طماطم ب 5 جنيه الكيلو يا جماعة. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك للناس كلها ويصلح حالها وحال الجميع يا رب، اللهم آمين. تعالوا نشوف الفراخ البيضاء يا جماعة، السوق قرية سنطيس. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على الكلب. الميزانة برضه هنا يا جماعة، الله أكبر. بسم الله ما شاء الله، بكام يا حاج الفراخ النهاردة؟ 85 جنيه. بسم الله ما شاء الله، 85 جنيه الكيلو يا جماعة الفراخ. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. هنا الخيار الفلاحي عند المعلم عبد الكريم. الخيار ببلاش ب 10 جنيه. ب 10؟ ب 10. فلاح يا جماعه ب 10. ب 10 وليمون ب 20 وشطه حراجه ب 10. وشطه حراجه ب 10. بس معفن شويه ب 5 جنيه. معفن شويه ب 5 جنيه على قده يعني. الشطه بكام الله وكيل؟ ب 10 جنيه. ب 10؟ ب 10 شطه حراجه ب 10 الله وكيل.
وبرده ب 10؟ وبرده ب 10. بكام يا حاج مسعد بتاخدها بامان؟ 10 والله. 10؟ ما احنا عايزين نعرف الحقيقه بس. الله يخليك. 10 يا استاذ وهاب. ب 10 كي. الله يبارك لكم ويصلح حالكم يا عبدوكيك. اللهم صل عليك يا نبي. شطه ب 10، سكر بقنطيس وخيار ب 10 وليمون ب 20 يا جماعه، اهوت ليمون بلدي. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. الله اكبر. ابو جابر. الشطه بكام بتاخدها؟ الشطه يا عم وائل ب 10 جنيه. والخيار؟ والخيار بكام يا ابو؟ 10 جنيه يا حاج. والخيار ب 10. ب 10 برضه. ب 10 جنيه. الله يبارك لك. اه والله. انا سالت على الفراخ ب 85 من حاج. اه ب 85 خيار و الفراخ. الفراخ. الفراخ ب 85 يوم. وسالت على اللحمه عند محمود مراد قال لي ب 400. لا محمود مراد بصراحه بامانه يعني كده مزوطه في موضوع اللحمه، يزعل مني ما يزعلش براحته. مزوطه. بقول الحاج ايوه. هي بكام عند غيره؟ والله عند غيره حاج وائل انا سمحته انا ما اشتريتش عشان ما نكذبش عليه. عشان ايه ما نكذبش عليه؟ بكام؟ سمحته والله. انا صور معايا. والله اتغيرت في المكان الصح. 180 يعني 20 جنيه مش حاجه. مش حاجه. مش حاجه ماشي الله يبارك فيك. حاجه مضمونه ها؟ وحاجه حلوه. الله يبارك فيك. برضه حقه ياخده. صح. يعني الراجل ده بامانه يعني ما شاء الله لحمته زي الفل. محمود مراد. ايوه. وانا ما بنعرضش لحد يا وائل. الله يبارك لك ابو جابر. عشان بس يبقى الكلام واضح وصريح. الله يبارك لك. الراجل ده بيجيب لحمه محترمه. محمود مراد بيجيب عجل ذكر بلدي. لحمه محترمه على خط الخير. على خط الخير. على خط الخير هو البوب. هو البوب محمود مراد. حته لحمه نظيفه وبيبيع بامانه وسماحه. وبسماحه الله يبارك. اه والله. حبيبي يا ابو احلى حته لحمه واحلى شويه شوربه من تحت ايد الواد محمود حبيبي. الله يبارك لك يا ابو كيل واصلح حالك. الخيار النهارده حلو يا جماعه والخضار حلو عليه الصلاه والسلام. الحاج ملوش غير باب واحد يا عمو. الحاج ملوش غير باب واحد الله يبارك لك. صح ولا مش صح؟ صح. انا لما ناخد اللحمه زاد 20 وناخد لحمه مضمونه ونظيفه ها؟ ايوه. انضف ما ناخدها برضه. ايوه صح. شعبي. الله اعلم بيها صح. الله اعلم بيها. الله يبارك لك ابو جابر واصلح حالك. ما عندهمش ضمير كتر. حبيب الفراخ بكام الكيلو النهارده؟ والله ب 85. فعلا قال لنا 85 الراجل. جاب 85. الله يبارك لك. اسعار جميله النهارده. السوق هذا يا جماعه ربنا يبارك للناس كلها ويصلح حالي. في بتاع فراخ هنا نروح نجيبه؟ ايوه يا عم الفراخ اهو. الله يبارك لك. هنروح له. ساعد هنا هو. الله يبارك لك. تعالوا نشوف الفراخ البيضة عنده حسام عبد اللطيف شريف. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. طب الف سلام على حسام. ولسان طيب بكام الكيلو النهارده؟ 85. 85 يا جماعه الكيلو الفراخ البيضاء. هي كانت بكام قبل كده يا حسام؟ ده انا اسبوع كده في البلد هنا اهو. كانت بكام؟ كانت بكام؟ بعد العيد. كانت ب 80 من بعد العيد. يعني زادت 5 جنيه. ايوه. زادت 5 جنيه من بعد العيد. نزلت 25 جنيه. كانت بكام؟ ب 105. كانت قبل العيد ب 105. بقت ب 85 يا جماعه نزلت 20 جنيه الفراخ اهيت. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. السلام عليكم. كل سنه وانتم طيبين. حاج يسري تاخذوا فراخ من عند حسام؟ الله يبارك لكم يا حاج. الهنا والشفاء يا حاج يسري. بسم الله ما شاء الله. حسام خلص يا جماعه اخر فرخه عنده اهيت. الله يبارك له ويصلح حاله. وفي بط تحت اهوت هنا. الله يبارك له. خط الكباري قريه سنطيس مركز دمنهور محافظه البحيره. ربنا يبارك للناس كلها ويصلح حالها وحال الجميع. اشكركم على حسن المتابعه داخل مصر وخارج مصر. هنسيبكم في رعايه الله وامنه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش ذكر الله ورسول الله. ربنا يبعد عنكم وعننا البلاء يا رب. اللهم امين. اشكر الله. قل لا اله الا الله. الله اكبر.